مغامرة في الحاجز المرجاني العظيم. الكون ده واسع ومليان بالمفاجآت والغرائب، وأبطال قصتنا النهاردة بيحبوا المغامرات والاستكشاف. قصتنا النهاردة عن مغامرة في الحاجز المرجاني العظيم. العطلة الصيفية بدأت وأصحابنا المغامرين بيسترخوا على شاطئ البحر، جالهم طائر برسالة غير متوقعة جوه أزازة. صاحبنا ميمي فتح الرسالة وكان مكتوب فيها: إنك مدعو أنت وأصدقائك لزيارتنا في الحاجز المرجاني العظيم خلال العطلة الصيفية لكي تستمتعوا معنا ونقضي أجمل الأوقات. ننتظركم عند دار المحار العملاق. وكان فيها إمضاء مكتوب فيها: صديقك المخلص عباس الثاني. وده يعني كبير السلاحف البحرية. وواحد من صحابنا سأل وقال: هو إيه الحاجز المرجاني ده؟ ده عبارة عن حاجز متكون من المرجان طوله أكتر من 2000 كيلومتر، يعتبر موطن لأكثر من فصيل من الفصائل البحرية، موجود في شرق قارة آسيا. انطلقوا صحابنا بالمركب في طريقهم للحاجز العظيم، وفي نص الطريق قرر صحابنا إنهم يكملوا الرحلة إنهم يغطسوا تحت المية عشان يستمتعوا بالمناظر عن قرب. وبالفعل صحابنا غطسوا تحت المية وكان المنظر رائع. وواحد فيهم سأل ميمي وقال: إلا إيه الصخور والنباتات الجميلة اللي في كل مكان دي؟ دي مش نباتات أو صخور، دي مستعمرات للحيوانات دقيقة جدا اسمها المرجان، ومنها صلب زي الصخور ومنها رخوي زي النباتات. وبالليل بتخرج كائنات المرجان عشان تصطاد عوالق صغيرة في المية. وكمان المرجان باني علاقة تعاون مع الطحالب، يعني الطحالب بتزود المرجان بالسكر اللي بتصنعه من أشعة الشمس، والمرجان بيوفر أكسيد الكربون الملجأ للطحالب. يعني المدينة دي كلها من صنع المرجان. ايه الروعة والجمال ده كله؟ كل الصخور دي مصنوعة من كربون الكالسيوم اللي بتفرزها كائنات المرجان الدقيقة. وهنا الأصدقاء وقفوا ياخدوا استراحة، وفي الوقت ده ميمي كان بيراقب سمك البهلول وهو بيلعب عند شقائق النعمان اللي عارف إنها بتلسع أي فريسة وتشلها وبعد كده تاكلها، إلا سمك البهلول لأنه جسمه متغطي بطبقة من المخاط بتحميه من اللسعات المميتة. وكمان شافوا نوع من بقر البحر، وافتكر ميمي إنه معاه رسالة من ابن عمه اللي ساكن بعيد عنه بإن الفصيلة دي من أسلافهم في قديم الزمان. لكن أبقار البحر تأقلمت في العيشة تحت المية وشافوا أنواع كتيرة من الأسماك غريبة الشكل والأحجام، وكانوا مبهورين بكل اللي شايفينه. والأصدقاء تابعوا رحلتهم ووصلوا عند بيت المحار العملاقة وملاقوش حد من السلاحف هناك، بس سمعوا صوت غريب بيقول لهم: ازيكم يا صحابي، ازاي اقدر اساعدكم؟ صاحبي السلحفة تعالي، انا واصحابي الحفلة هيعملوها في المكان ده. فعلا دول لسه ماشيين حالا عشان يحطوا البيت بتاعهم على الشاطئ القريب، تقدروا تلحقوهم لو مشيتوا حالا. وبالفعل اصدقائنا انطلقوا بسرعة على الشاطئ بعد ما شكروه، واصحابنا لقوا السلاحف فعلا على الشاطئ وكانوا بيحفروا اعشاش عشان يحطوا فيها البيت، وساعدوهم صحابنا ورجعوا كلهم للبحر. واحتفل صحابنا مع السلاحف بالمناسبة دي وشارك في الاحتفال أنواع كتيرة من الكائنات البحرية. وبعدها ودعوا أصدقائنا السلاحف لما انطلقوا لرحلتهم الطويلة اللي بتكون أكتر من 3000 كيلومتر. وصحابنا كمان رجعوا بيوتهم وهم فرحانين جدا أنهم قضوا مغامرة جميلة في الحاجز المرجاني العظيم. وبس كده يا صحابي تكون انتهت قصتنا للنهاردة، واتمنى القصة تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب، وتعملوا لايك وكومنت وشير لو انتوا بتتابعونا على الفيسبوك. وبتمنى كمان انكم تكونوا استفدتوا من القصة دي. دايما ساعدوا غيركم واستمتعوا بوقتكم. باي.